الإنزام الجوي طال عمرك سيصل هو طريقة جديدة لكسر هذا الانفصام الغازي. وهل هي الطريقة الوحيدة الآن لإيصال المساعدات؟ تكاد تكون يعني الطريقة الوحيدة، على أن معبر رفح بين الفينة والأصفا يتم إدخال الحقيقة كميات أو عدد شاحنات بسيط جدا، لكن تتحدث في عدد الشاحنات على معبر رفح حاليا الحقيقة غير مسبوق، إذ أن للمركز الآن 300 شاحنة ما زالت تقف تنتظر بس إشارة الدخول إلى داخل غزة. فالحقيقة هناك يعني تدفق ضعيف جدا، في ظل اصلا طال عمرك تدفق من الاصل اضعف، فزاد الحقيقه الخناق من خلال معبر رفح، مما استدعى الى التفكير حقيقه مع الشركاء لايجاد يعني حلول لكسر هذا الحصار ومحاوله انقاذ الحقيقه الحياه، حياه الضيوف والنساء والاطفال داخل غزه.